هذا البرنامج برعاية جريدة العرب، أول جريدة عربية مستقلة تأسست بلندن عام 1977. تجدونها كل صباح في جميع الأكشاك. متابعي قناة تلفزيون تي في، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم، البرنامج اللي يجيكم الاثنين للجمعة 9:15 متاع الليل. اليوم سنتحدث عن مشاورة تشكيل الحكومة وموقف حركة تحية تونس اللي قررت أنها تكون في المعارضة ورفضت حتى التصويت لصالح الحكومة. نتحدث عن حركة تحية تونس وجملة مواقفها من القضايا الحاصلة في تونس في الوقت الحاضر، وسيكون ضيفنا في هذه الحلقة القيادي بتحية تونس مبروك كرسيد. مرحبا بك سي مبروك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك سي مبروك. خلينا في البداية نشاهد هذا التقرير عن تحية تونس ومواقفه في المدة الأخيرة، ثم لنا عودة للحديث. رغم التوافق الكبير المعلن وغير المعلن بين حركة النهضة ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي يوسف الشاهد طوال الثلاث سنوات الماضية من إشرافه على الحكومة، ما زالت حركة تحية تونس اللي يرأسها الشاهد تصر على أنه موقعها الطبيعي باش يكون في المعارضة، وإنها مش معنية بالمشاركة في الحكومة القادمة، وهذا ما أعلمت به رئيس الحكومة المكلف من قبل النهضة الحبيب الجملي لدى لقائها به يوم 20 نوفمبر الحالي بوفد مكلف من كل من الأمين العام سليم العزابي والقياديين في الحزب مهدي بن غربية وسناء الصالحي وحسين جنيح. وخلق القرار هذا من حركة تحية تونس جدل كبير حتى داخل حركة النهضة، على اعتبار أنه حركتهم دعمت رئيس الحكومة ورئيس تحية تونس يوسف الشاهد طوال ثلاث سنوات، لدرجة أنه ولات اتهامات للزوز أطراف بالعمل المشترك لتدمير حزب نداء تونس، وأيضاً سجن منافسهم نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، بالإضافة إلى اعتراف العديد من قيادة النهضة أنهم طالما دافعوا على عمل الحكومة السابقة برئاسة يوسف الشاهد رغم عدم تمثيليتهم الكبيرة فيها، في مقابل اتهامات أخرى ليوسف الشاهد أنه يعمل وفق طوع حركة النهضة. وبدأ التعارض بين حركة النهضة وتحية تونس منذ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وإن قامت حركة تحية تونس بترشيح النائب عليها مروان فلفال لرئاسة البرلمان في آخر لحظة، في الوقت اللي كان فيه الجميع ينتظر تصويت نوابها لصالح مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي، إلا أن الخطوة هذه أكدت النية المسبقة لتحية تونس للبقاء في المعارضة، بل أكثر من ذلك تأكيد عدد من قياداتها على رأسهم وليد جلاد أن الحركة مش باش تصوت للحكومة في البرلمان في صورة عدم المشاركة فيها. وحتى في صورة تخفيف حدة الموقف اللي قدمته حركة تحية تونس ورفضها منذ البداية المشاركة في الحكومة، فإنها تضع شروط شبه مستحيلة على حركة النهضة للدخول معها في الحكومة، وأبرزها إنه الحكومة هذه ما تضمش حزب قلب تونس وإئتلاف الكرامة لتعارض رؤية الحزب معهم، وهذا ما أكده أمين عام تحية تونس سليم العزابي. ولعل الأيام القادمة كفيلة تأكيد صحة الكلام هذا تشبث الحركة بموقفها من عدم. كما شفنا متابعينا الكرام، كان هذا التقرير حول حزب تحية تونس ومجمل القضايا الأخيرة، وخاصة علاقته بحركة النهضة ورفضه أنه يكون في حكومة الحبيب الجملي. سي مبروك، في البداية لماذا هذا الإصرار من حركة تحية تونس على أنها تختار المعارضة وترى أنه موقعها الطبيعي في المعارضة؟ والحال هو معناها أنك تكون في المعارضة أو في السلطة مش خيار الأحزاب بقدر ما هو خيار النخب. لو كان النخب حب نكون في السلطة راه عطانا أصوات أكثر من اللي عطاهم، ولكن احنا اللي صوتونا هي مجموعة تعتبر قليلة بارابور لصوت الأحزاب الأخرى، واحنا ترتيبنا هو السابع، واحنا ما عندناش. لكن كتلة محترمة في البرلمان نحكي اليوم. الاحترام يعني حاجة ثانية يعني. لا يعني كتلة معتبرة عدد الأصوات. كل حال معتبرة للمعارضة. معتبرة أيضا في المعارضة، والمعارضة هي البناء كما نقول حنخلى الغالب، ولينا نستعملوا مصطلحات أكثر توضيحا، نقول المعارضة البناء، يعني احنا
مراوش لنا دور في إدارة السلطة. رئيس حكومة اللي هو رئيس الحزب كان رئيس حكومة لمدة سنوات، وإحنا تقدمنا بقوائم انتخابية في كل الدوائر، نجحوا 14 دائرة فقط إلى الوصول إلى مقاعد. نعتقد اللي التقييم الداخلي للحزب وفهم ما وقع تحديدا وما يجب أن يقع وتقييم الحزب هي من مسائل الأولية اللي في المرحلة القادمة. يعني السلطة احنا نعرفوها ماهيش نكر علينا، وبالتالي لا نهرب منها عندما تكون لدينا آلياتها. نحن ليس لدينا الآن أي آلية من آليات السلطة، وأنك تكون طرف في معادلة سياسية ضعيفة هذا يعتقد أنه ما يمشي لها الإنسان اللي هو معناها يحب يحترق سياسياً ولا يحب. يعني اليوم تروا أنه المشاركة مع النهضة في النهضة أو الأحزاب الأخرى في هذه الحكومة مجازفة أو احتراق لحركة تحية تونس؟ تخافوا أنه مثلاً يقال أنه النهضة في وقت نداء تونس أو مؤتمر الجمهورية في وقت النهضة ما كانوا يشحكم وكانوا ممثلين فقط، يعني هذا هو اليوم تخافوا من السيناريو هذا؟ شوف أنا أعطيك رأي، يعني وهذا رأي شخصي. أنا معناها نخرج عن مؤسسات الحزب ما نحب نكون ديما عندي مثال. الحقيقة اللي النهضة يجب أن تعترف بها أنه ضريبة الحكم مع النهضة ضريبة باهظة لكل الناس وما هيش ضريبة سهلة، والإنسان اللي باش يمشي لها في الواقع السياسي الحالي مكره أخاك ربطر. ما هي الخسائر التي تكلف لكل حزب يتشارك مع النهضة؟ أولاً الخسائر عديدة. أولاً هذا حزب كما قال زعيمه في الحملة الانتخابية، احنا لما نغلبوهش نعنقوه ونشدوه ونصرعوه ونبرق عليه بعتلي بالبنية. تذكر في المدينة ايش قال كي فاز نداء تونس؟ قال في الحديث تونس على نداء تونس قال نداء تونس كان كبير علينا عملاق، عملنا كيما البوكسرات قربناه ولصقناه وضربناه حتى لقينا فيه. يعني المبدأ عندهم هو الصغير تصغره والكبير تحتضنه إلى أن ترديه قتيلا أو جريحا. تالي منطق التعامل حزبي معهم منطق خطير على الأحزاب. ما شفتوش الكلام هذا ونحكيه يعني اليوم بس نرجعوا رأوا فقط في نفس الإطار وفي نفس الجملة. في نفس الجملة في نفس الإطار اليوم هل تضررت حركة تحية تونس أو يوسف الشاهد على اعتباره رئيس الحركة ورئيس الحكومة منذ 2016 تقريبا حديث عن شراكة مع حركة النهضة؟ فما اتهامات أنه أصلا يوسف الشاهد يعمل لمصالح النهضة، واتهامات أخرى أن النهضة تعمل وفق طوع يوسف الشاهد، يعني كانت شراكة ومتماسكة الشراكة هذه. أولا تحية تونس ما عندوش 3 سنوات اي نعرف عند بعض الأشخاص، لكن تأسيس يوسف الشاهد هذا خلنا يا ما يكمل لك يا أما تحب أن الطريقة هذه في الحوار أنا منشيش فيها. باهي أنا ماشي معك في الطريقة اللي إطراها، لكن هذه هو إطار الجملة. باهي خليني نكمل لك مش لأنه التوضيح جيد. باهي تحية تونس ليس حزب ل3 سنوات. أنا خرجت من الحكومة في خلاف شديد مع حركة النهضة. باهي أنا الآن في تحية تونس. بالتالي حركة النهضة مسألة، والالتقاء الحكومي مسألة، وتكوين تحية تونس مسألة أخرى. تحية تونس ليس حزبا اللي فيه قراب من حركة النهضة، والدليل أني أنا موجود في وسطه. أنا لست قريب لا من قريب ولا من بعيد حركة النهضة. لكن هذا يبرر أيضا الحديث على أنه مبروك كرشيد من الشق الذي يرفض أو من الأطراف التي ترفض التعامل مع حركة النهضة يعني في تحية تونس. يعني تحية تونس هو حزب جامع في أطراف مختلفة، ولا يمكن أن يوصف بهذه الصورة بأنه حزب قريب أو بعيد. هو حزب لضيان بتاعه مازال يعمل فيه، مازال بكري. هو حزب يريد أن يجمع الداخل العائلة الوطنية، ليس على قاعدة الإيديولوجيا. فيه النقابيين، فيه الدساترة، فيه العروبيين كيفي أنا وأكثر مني أنا موجودين، وفيه الناس العاديين، وفيه الناس اللي يحبوا يخدموا البلاد من منطق حزب قريب من الدولة، وفيه رجال دولة يشتغلوا في الدولة. بالتالي فيه مشارب متعددة، وقاعدته هي قاعدة تجميعية. بالتالي الأديان متاع الحزب هذا النهائي مازال ما تشكلش. هذا الحزب لظرف أو لآخر باغتته الانتخابات، ونتيجته التي حققها هي 14 مقعد. كي ننظروا لها من زاوية أنه حزب حديث العهد بالتكوين وكون على عجل بعد الفشل في تجميع النداء السابق أو تكوين جبهة عريضة لدخول الانتخابات، هذا الحزب بهذا المعنى هو حزب
استطاع أن يحقق خرق سياسي معين في العائلة الوطنية الوسطية، وهذا يمكن أن يبني عليه في المستقبل. هذا فقط هذا التأطير، هذا في تنسيب النتائج اللي حققها الحزب. هذا توضيح الكادر أن الحزب هذا ما نجموش نعطوها أديان أنه هو قريب من حركة النهضة ولا قريب من غيره. لكن لهنا يقال أنه يوسف الشاهد عمل 3 سنوات من أجل اللحظة التي يبني فيها حزب تحية تونس. هذا يرى هو علاش الإطار نتاع السؤال نربطه بين الحكومة والحزب. أنا ما أعتقدش، علاش ما أعتقدش؟ لأن يوسف الشاهد مستقال من نداء إلا بعيدة في مي بقى يتأمل أن النداء يجمع ويرجع للنداء ويبقوا في النداء. يعني عملية هي كلها البقاء كان البحث، وهناك كان بحث في السيطرة على النداء. تقول يوسف شاهد حب يأخذ النداء ليه نقول لك ربما، تقول لي محسن مرزوق حب يأخذ النداء ليه نقول لك ربما، تحب تقول لي حافظ حب يأخذ النداء ليه تقول لك وأنا كنت مستقل عليه ومش معاهم، أما نقرأ في المشهد السياسي أنه يكتوى ونتحدث عليه. بالتالي هناك كانت رغبة، لأن النداء شنو هو؟ حزب تسرب الى مساكن التونسيين والى منازلهم في 2014، والناس ولا تعتقد بانها ندائيه وانها موجوده في النداء. هذا الاسم اللي ضرب اللغه الاعلاميه واللغه السياسيه، ضرب داخل العائلات التونسيه وفي الارياف وفي القرى، كان هناك صراع محموم على السيطره عليه. للاسف انا كنت اتامل، للاسف لم يقع لا السيطره عليه ولا توحيد عائلته من جديد. تفتت بالتالي المساله انه يوسف الشاهد يخدم 3 سنوات على إقامة حزب اسمه تحية تونس، هذا مش صحيح. هو المعنى نتاع الجملة راهو سي مبروك فقط لتوضيح، راهو حزب تحية تونس أو أنه يوسف الشاهد يكون زعيما للنداء أو أنه المهم يكون في النهاية في 2019 تقريبا يكون هو واجهة حزب معين، أما نداء تونس أما تحية تونس، هذا هو الإطار. يعني شوف الله يبارك نمشي معك نزيد يعني أن يكون عنده رغبة هذا مشروع، أن يكون عنده رئيس حكومة يكون أعطاه الفرصة، أعطاه الوقت، أعطاه الظروف أن يكون متقدم على جيله، على الناس اللي معاه، على الناس اللي خدمت معاه، فهذا أيضا كله نتفهمه. يعني نحب نقوله في الموضوع هذا اللي هالنسبة، شخصيا لو كنت أشك أو أعرف أن هناك رغبة في أن يكون هذا الحزب حزب تابع لحركة النهضة أو لغيره، مش كان حركة النهضة خاطر جبتها حركة النهضة، لقلت ان لا علاقه لي بهذا الحزب ولا خرجت منه ولا ما انتمتلوش اصلا. اذا هل محاوله الصاق وهذا من عمل سياسي تخريبي لهذا الحزب البادئ. هو الحزب اللي تحكي عليه انا مانيش منتمي لحزب يوسف الشاهد، انا منتمي لحزب لفائده تونس. يوسف الشاهد اليوم موجود، مرحبا. والحزب هذا اذا كان باش نكونوه وقاعدين نكونوه فيه، لا نكونوا فيه يوسف الشاهد، لكن في الحزب سليم في النهاية العزابي. هو رئيس حزب يوسف الشاهد وأمين عام سليم العزابي، يعني في النهاية يعني الحزب التونسي. لا في النهاية يعني أنت قلت لي ما نتبعش حزب يوسف الشاهد، إيه أما هو حزب موجود يعني هذا إطار قانوني معنا عادي يعني. الإطار القانوني هي شخصية معنوية اسمها تحية تونس، ما اسمهاش سليم العزابي ولا يوسف الشاهد، اسمها تحية تونس، حزب فيه أشخاص من مختلف المشارب الوطنية وحبوا يعملوا تجربة سياسية مشتركة. الآن يرأسهم يوسف الشاهد، مرحبا. الآن أمين عام سليم العزابي، مرحبا، ما قلناش خلاف هذا، ولكن تبعيض الناس الموجودين على أساس أنهم توابع. تعرف رسالة تعرف رسالة الزواج والتوابع؟ إيه أما هذا رسالة الزواج والتوابع. سي مبروك هذا مش استنقاص من قيمة حتى حد في تحية تونس، وما نجموش نستنقص من قيمتها. لكن حب أقول لا مش حتى الناس اللي تحب تدخل الحزب هذا، نقول لهم هذا الحزب نكونه من أجل تونس ولا نكونه من أجل أشخاص، والأشخاص اللي فيه نختلفوا معه ونناقشوهم ونقنعوهم ونغلبوهم كان لازم. خلينا نمشي معك في الخطاب، هذه الديمقراطية. خليني نمشي معك في الخطاب لهنا، راهو الكلام اللي نحكيه فيه ما حكيتوش انا، راهو قيادات حركة النهضة واخرهم كان عبد اللطيف المكي البارحة كان معنا مرجع الحق. يقول احنا لا مش مرجع هو تصريح مرجع. هو تصريح صحفي مش نتعاملوا معاه في النهاية وردكم عليه. خصمك السياسي حب يقول عليك حاجة، عبد الناصر الله يرحمه يقول الصباح كي نقرا التايمز ونقرا الجرايد الانجليزيه وما نلقاهمش يسبوا فيها، نقول انا غلطت غلطه البارح. به هذا خصمك السياسي في نفس الاطار، خصمك السياسي يقول اللي انا تفاجات بتاع ترشيح مروان فلفال
انه كان فما تفاهم وانسجام بين رئيس حزبكم اللي هو يوسف الشاهد وقيادة النهضة، وانه كان فما تعامل، وانه رئيس حزبكم على الاقل حتى بالرجوع الى قيادات تحية تونس كان على الاقل التعامل باكثر لين مع النهضة، ما نحكيش على المعارضة منذ البداية، وايضا مش في اخر لحظة الرشح مروان فلفل. هذا حديث قيادات حركة النهضة مش حديثي انا يعني. كانوا انا نصدق نسير لا سمعنا الحديث هذا مش لا اما شوف اما واهم او اما واهم او او ماذا لساني الحب يكون ديما عفيف نسير لسانك عفيف او ماذا واهم او ماذا واهم او وحبي رجعنا احنا ما نعرفوش ماذا لا تعلمون يعني لهنا شو هو يعلم علم اليقين يعلم علم اليقين ان هذا الحزب يصنع هويته السياسيه ويوجه رسائل مش للنهضه، يوجه رسائل الى ناخبيه والى الشعب التونسي. رئيس الحكومه على علاقه بحركه النهضه على علاقه في اطار الحكومه. اما في اطار العمليه الحزبيه ما عندوش علاقه. حركه النهضه صوتت يوسف الشاهد هي القط مسرحه في بقاء يوسف الشاهد وهو القى مسرحه في سندته فيه. هذا متفقين فيه. بالتالي الحزب لا علاقة له بهذا الموضوع. الحزب رأى في إطار اجتهاده في أول مناسبة سياسية أن يكون لديه مرشح وهذا من حقه. ومع ما اعطيناش أصواتنا ولم نصدر أصواتنا لأي شيء. هل كانت رسالة لإعطاء صورة للجميع أنه اليوم رغم أنه بصراحة يعني تعرف أنه مروان فلفل ما كانش فما اتفاق أنه باش يكون فائز، والناس كل تعرف أنه عدد الأصوات التي رشح وقت لمية جريبة الله يرحمها في 2011 رشحتها القوى الديمقراطيه باش امام مصطفى بن جعفر، هي حبت تقول وقت اللي هي ما يجري باش تربح، وللحاج محمد ابراهيم الله يرحمه جاب صوته كان يعرف اللي هو باش ينجح، ولكن فما رساله سياسيه. رساله سياسيه، الرساله السياسيه انه حبيتوا الرساله السياسيه هذه شنو هي الرساله السياسيه؟ الرساله السياسيه واضحه، هذا حزب موجود، هذا حزب يصارع، عنده خطه الواضح، وهو ليس تابعا لاي جهه ولا يبيع ولا يشتري. واحنا اذا كان فما في الماضي بعض رموز هذا الحزب انا شخصيا لم اكن منهم ولم نكن على ارتباط بحركه النهضه، وتعرفوا الخلافات وما لا في الخلافات اللي بينك وبين حركه النهضه راهو ما نكرهمش وما عنديش مشكله شخصيه معاهم. انا لو انهم هم يصلحوا بتونس ويعملوا الحاجه الباهيه لتونس انا شخصيا ساساندهم، لان انا مصلحتي مصلحه البلاد، ما عنديش مصالح شخصيه او مطامع شخصيه. لكن سي مبروك يوما ما كنت في حكومه تحوي النهضه يعني، وهذا المشكله اللي تحكي عليها بعد البرلمان يحوي النهضه نخرج حكومة من البرلمان. حكومه عمل كامل، برلمان النجم نشوفوا برشا اطياف، لكن حكومه مش بالطريقه هذه يعني. اليوم حكومه تحوي النهضه ومبروك رشيد مثلا وزير فيها وكنتوا تعملوا مع بعضكم. هذيك اسمها حكومه وحده وطنيه، امضى عليها اتحاد الشغل، وامضى عليها اتحاد الاعراف، وامضت عليها حركه الشعب، وامضى عليها الحزب الجمهوري، وامضت عليها حركه النهضه، وامضت نداء تونس. انا جيت في اطار حكومة اسمها حكومة وحدة وطنية، فيها أنا، فيها سي محمد الطرابلسي من المشارب النقابية، فيها سي سمير بطيب جاء من حزب المسار، فيها فلان جاء من مستقل، فيها شكون جاء من نداء، شكون جاء. هذه ساعات الشعوب تعمل حكومة وحدة وطنية باش تتجاوز أزمات معينة. أنا مستعد في إطار هذا العمل وفي إطار هذه الرؤية وفي هذا، ما جيتش خطبتش ودي النهضة وقالت لي إجا معنا في حكومة، جيت معاهم. حكومة النهضة الترويكا الأولى والثانية. انا شخصيا جيت في حكومه وحده، لكنها ضغطت في بعض الوقت لاقالتك سمعت، وهذا انتهت معروف. ايه مش بيها ماهيش مشكله، قالت انا دخلت نهار اللي دخلت عندي بيرو المحاماه نتاعي نعرفه، وعندي داري نعرفه، ما عنديش مشكله. اذا انا كنت مستعد للخروج ولحظة الدخول، ولكن حبيت نبقى البقاء، راني اختبط ببوست لحيه هذا وقبلت جابين هذا، وراني انا رشد الغنوشي لم التقيه حتى مره ولم مشربتش معاه قهوه عامين ونص ولا في الحكومه. وقابلته 15 يوم قبل خروجي من الحكومه في نزل الايك، فما كانت مناسبه تسلمنا على بعض. قلت له تذكر يا سي راشد اللي انا عامين ونص ما شربتش معك قهوه. ومعنى هذه الرساله؟ معنى هذا لا طلبت يعني ما طلبتش حزب ونعرف تاثيره ونعرف قوته خاصه في منطقتي في الجنوب، وانت والجنوب وتعرف لم اخطب وده في لحظه معينه. ليش؟ لاني اما نرضي ضميري وما نرضيش الاخرين. وانا نداء تونس وقت اللي كنت وزير وضعوني على قائمه وقالوا مبروك رشيد باش لهنا بتزر، خرجت في وسائل الاعلام وقلت مانيش نداء تونس، وانا دخلت الحكومه مستقل وهظل مستقل. يعني انا شخص احافظ على استقلاليتي منذ خروجي من حركه الشعب عام 2012 تقديم استقالتي ايامات وفاه المرحوم الله يرحمه سي محمد البرامي، حافظت على استقلاليتي الى غايه 2019. بالتالي والحكومه عديد، بالتالي انا
حركة النهضة ما عنديش مشكلة شخصية معها، وأنا عندي أقاربي من النهضة وزملائي قرأوا معايا في مدنين في ليسي مدنين من النهضة، وفي قبلي قرأوا معايا من النهضة، وفي الدرواس أمير قرأ معايا، وفضل سايح قرأ معايا، والوزراء أكثرها قرأوا معايا، وأعرفهم ويعرفوني، وكنت محاميهم وأترافع عنهم، ونهز روبتي عام 93 92 93 دخلت محامي محاكمات حركة النهضة كلها نوبت فيها، وعبد الله الزواري الله يرحمه كنت محامي حتى 2011 وأحمد نعماء وغيرهم كنت نوبهم، وكنت أتنقل من مدنين إلى جابس إلى صفاقس إلى تونس، ما عنديش مشكلة في هذا وقت قمت بواجبي كمحامي. به الآن سي مبروك. هذه النقطة سي مبروك. وكثير ما تكرر الإعلامي نعرف اللي أنت ما تكرهش حركة النهضة، لكن المشكلة وين؟ احنا كما قلت ونعاود باش نقولها، احنا ما عادش عندنا ثقة في الناس هذه اللي تقود حركة النهضة، وكي يقولوا لك كلام تلقى عكس، كي يقول لك راشد الغنوشي لن سماها لن الغنوشية، فما لن الزمخشريه، وفما لن النافيه، ولن الغنوشي، شنو لن الغنوشي؟ يقول الحاجه ويفعل عكسها. هذا هو راشد الغنوشي تربينا عليه، قال لن نتحالف مع الباجي قايد السيف تذكروه ولا وتحالف مع الباجي، قال لن نتحالف مع قلب تونس واصوات قلب تونس هم اللي طلعوه، قال يعني لكن حركه النهضه لهنا في النقطه هذه حركه النهضه تقول لك اللي انا كنت يعني اعول على اصوات التيار الديمقراطي حركه الشعب تحيا تونس، في النهايه اضطررت الى ان يكون مع قلب تونس. معناها يلزم يطلع بالسيف، يعني هذا سياسة الحزب اللي احكيوا لهنا، اذا كانوا يلزم يطلع بالسيف وكل الطرق تؤدي لروما، هذوما سموهم مبدئيين جدا. كل النهضه تقول انا حزب براغماتي، لا اذا كان حزب براغماتي يسمح، حتى اللي امس كنت تقول انك ما تتقابلش معاه وتصف فيه بانه فاسد، انا ما صفته شخصيا، لم اصف اي شخص فاسد، ولكن تصف فيه فاسد الصباح تصف فيه فاسد، وفي الليل ولت اصواته نقيه طاهره مطهره، ستوصلك انت كي توصلك انت البرلمان. السياسه هذه انا اراها سياسه خاطئه ولا تنفع، وهذاك على الشعب التونسي. نقص مليون نخب الحركة النهضة في ست سنوات. التقيتم الحبيبة الجملي، بماذا أبلغتوه يعني اليوم كحركة يعني حركة تحيا تونس؟ مؤسساتها كانت واضحة، قالت دورنا الطبيعي في المعارضة، وهي تشق طريقة، وأن الأولوية هي لبناء حزب، لكن وأنها ستكون معارضة بناء. هل فما لين في الحديث اليوم؟ سمعنا تصريح ستيما العزابي يقول أنه لو دخلنا الحكومة ما نكونوش في حكومة فيها قلب تونس وائتلاف الكرم. هل فما لين؟ هل فما تراجع شوية؟ هل فما رجوع في بعض النقاط؟ أنا ما أعتقدش، أنا سمعت التصريح، ولكن لا أعتقد هذا موقف عام. قال أن إحنا موقعنا الطبيعي المعارضة، قال مؤسستنا في المعارضة، ولم أسمع أنه فما مبادرة اسمها مبادرة حكومة المسرح الوطنية وقدمتها حركة تحية تونس، ولكن لا أعتقد أن هناك نية للدخول لهذه الحكومة. ورئيس الحكومة بيدو قال الحالي رئيس الحزب قال سيوسف، قال أنا مانيش معني بأي بقعة، وأنا نثمن فيه الموقف هذا، لأنه هالإشاعات وهالكذب هذا والتلصق الاتهامات بالناس مش باهي، لأن الغاية منها هي تهرت الأشخاص كي جاءوا قال موقف. وايضا العزابي في نفس الموقف اعتقد ما عندهمش به فقط لهنا قلب تونس في تفسير هذا التصريح، يعني اليوم قلب تونس وائتلاف الكرامة، ائتلاف قلب تونس على الاقل كان منذ سنوات يتهم يوسف الشاهد ومن ورائه حزب تحية تونس والنهضة بالسعي لسجن المدير ومنع رئيسه ومنعه من الترشح للانتخابات، لكن اليوم ائتلاف الكرامة ما هي المشكل؟ يعني اليوم مشكل في الرؤى والايديولوجيا فقط لهنا نحكي، يعني اعتقد المواقف نتاع حزب ولا ديان يصنع فيه حزب تحية تونس يختلف كثيرا على ديان نتاع الكرامة، لكن ينجم يكون فما توافق، يعني اليوم اي حزبين ينجم يكونوا مش نفس الديان، لكن استبعد استبعاد تام. ولا نعتقد للكرامة معناها مجموعة في مقابل انكم تفضلوا التيار الديمقراطي اللي نفسه يوصفكم بالفساد. الكرامة مش مجموعة هي تمثل النهضة الغاضبة، وبالتالي انا تصنيف ما بين الكرامه هل كما يرى وليد جلاد انه ائتلاف الكرامه هو الاستئصالي ويد النهضه؟ انا اعتقد اللي هو نهضه غاضبه ويراد لها الغضب. من قبل شكون يراد لها؟ من اللي مش غاضبين، من قبل يعني حركه النهضه قياده النهضه الحاليين. هذا هو التفسير التحليلي. مازال في نفس الوقت ويعطينا كل شيء. في نفس الوقت تسليم العزابي الامين العام لتحية تونس يقول انه على عكس التيار الديمقراطي المستعدين نتعامل مع التيار الديمقراطي اللي يوصف في يوسف الشاهد وفي قيادات حزبه لثلاث سنوات او منذ على الاقل في المده الاخيره منذ تاسيس الحزب بالفساد، ورئيسكم يوصف رئيس الحزب بالفساد اللي هو كان رئيس حكم. انا شوف تقصد مدام سامي عبو يضرب فيك؟
اي وبرشا قيادات يعني غازي الشواشي سمعنا غازي الشواشي ما سمعتوش انا شخصيا. على كل حال انا اللي نعرفه مدام سامية واعتقد انه السياسه فيها نظر الى امام. هم الزوز تو يقولوا الزوز ما عندناش مشكله مع بعضنا سواء التيار او تحيه تونس ولا الشعب وهذا معناها الخلط الذي وقع والاستهداف اللي تم الرئيس الحزب ستة أشهر وعام قبل الانتخابات عمري ما رأيته في حياتي. قال فيه كل الناس ما قاله مالك في الخمر ويوسف الشاهد كأنه معناها ولا معناها مونستر ومعناها الغاية هو سياسي. وأنا نعتقد أن هذا تصريح معناها ما كانش في طريقة وتصريح ما مش مش مبنية على وقائع والغاية منها كان سياسية. وتوى تطير السكرة بعد الانتخابات وتجي الفكرة وهذا هو المطلوب. يعني اليوم ترى أنه التيار الديمقراطي كان في سكرة سبب يوسف الشاهد. التيار الديمقراطي في كثير من الوسطيين اللي تجمعهم برشا قواسم مشتركة من وفيها أبناء الحزب الجمهوري وما يخي توى سمح يعني تلقى واحد في الحزب الجمهوري سابقا مسؤول كبير تلقاه نائب محمد عبو ولا وتلقى محمد الحامدي مثلا محمد صديقي اسمه ولد بلادي ونحترمه ونقدره باش ما حتى الوسائل التأويل وتلقى من جهة أخرى سليم العزابي القيادي اللي كان بقي معه واحد منهم في الحزب هذا الجمهوري واحد واحد نائب التيار واحد أمين عام في حزب تحية تونس يعني هم من فما كثير منهم مشترك جين من مدارس متقاربة بالتالي منطقي ما احنا في المثال يقول عظام تزفر لبعضها معناها يظهر لي معناها العملية معناها عظام مزفرت لبعضها باعتبارهم من مدرسة ومن محيط واحد بيه. مثلا كيما انا نحب حركة الشعب ونكون حب قريب ليها لاني انا وحركة الشعب افكارنا شبه متجانسة ولكن انا نبحث على تجربة التنوع على تجربة وطنية متنوعة وهم بحثوا على خط ربما سياسي ايديولوجي واضح وانا نقدر ونحترمه بالتالي هذا منطق مع الشعب والتيار ارى الامور منطقي. خلينا نخرج فاصل سي مبروك ثم لنا عودة للحديث مع مبروك كرشيد القيادي بحركة تحية تونس.